قوة بالعقل. اليوم يا شباب مقطعنا هو ببجي بس بهدوء، يعني احنا اليوم هادئين. انا ما ادري ليش قاعد احكي بهالطريقة بس ما عليكم. بس والله يا شباب فكرة مقطع اليوم هي ببجي، راح ننزل بس شنو نلعب بهدوء، لازم ناخذ الاول. يعني انا شفت تعليق واحد قال لي العب سيف وخذ لنا الاول، فهسه انا اليوم هادي وقاعد اصور. ليش قاعد احكيك؟ انا هادي وقاعد اصوركم وراح اخذ الجيم طبيعي، راح انزل سولو سكواد وطبيعي راح اخذ الجيم. ليش قاعد احكي هيك ما ادري. بس والله شباب اللي ما مشترك يشترك وخلينا لايك لهذا الفيديو، خلينا لايك لهذا الفيديو واشترك اذا ما مشترك، خليكم الفيديو مشاهده ومتعه. طبعا يعني هذا اخر جيم الخارطه الجديده، تتغير الخارطه الجديده راح ينزل تحديث، فهذا اخر جيم بيها بخريطه الفيك. والله يا ريتني ما نازل فيك جيم. بس شباب الايباد 7 اللاج بي فظيع، لا حد يشتري ايباد 7 هو ولو يعني بعد ماكو جديد. ما ايش عندك هنا؟ اه مدستن اخر جيم خريطه مدستن. اوه نسيت احنا نلعب بهدوء ما يهمنا اي شيء. عادي ناس يمين ناس يسار. ناخذ سكوب طبيعي يعني. صار اشتباك عادي. هدوء. والله المكان. اي كي. هدوء. هدوء. شو قتلتنا من ورا الكفر؟ شو قتلتنا من ورا الكفر؟ شباب عادي اول جيم حماة، احنا ما سوينا شيء، ما ادري شنو اللي حماة بالموضوع، بس عادي اول جيم ما يحتسب يعني. وما تضوج، اهم شيء انك ما تضوج، يعني شنو تلعب مرتاح كانه ما صار شيء، وكانه ما صار شيء، وقتنا من ورا الجدار ومن ورا الكفر ما صار شيء، بس شنو خليك محافظ على الهدوء، هذا اهم شيء. الو شباب مو شكلها زحمه صايره بالفيك، هالدب راح تتغير بس مو لهالدرجه. اوه شوف الناس يا شباب، يعني اعتقد ما كبوتات، شوف كلها لوايب لان الخريطه راح تتغير. اخر جيم خارطه الفيك بعد التغيير. اوه افتقد. ها سكواتها هنا سلاح. انا لو وحده من الثنين لو قال لي شنو ماكو ناس. لا فور. اها لا لا اكو اكو ممكن. هاشكو هاشكو. ما ادري ايش اعدادات تخربطن فجأة. اوه لا لا كذب كذب ما ابي. زين هسه منو وقع منو؟ لا 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 شنو هالمنظر؟ سوري سوري ام سوري. اقعد لك شوف الهدات اللي عندي يا اي. يا شباب سكواد كامل شلون راح تبلش؟ ديستن. اه حارقة يا هدوء 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 هدوء. بس احنا لازم نركز ونازلين هنا براحة عادي سكواد ويانا عادي شي طبيعي. بي اس اس سلاح سلاح جيد نوعا ما.
يوم دي وناس بكل مكان، بس معليش احنا نمشي نركز و ايش نعطيها وضعية الهادئين. شوف ذاك ايش قاعد يسوي، ذول ايش قاعد يسوون. ساريد بس واحد بس راح يبيك هو. بس منهم واحد راح يبيك. وانا ليش ما اخذ الفي اس اس؟ ها شوف ذاك راح يشتت وراح يقتل البوس. والان راح يشتت هو. شوف هاي نيت شباب، شوف هاي نيت، شوف هاي نيت، شوف هاي نيت، شوف هاي نيت. نوك فينيش، نوك فينيش. يعني وانت هدوء، اهم شيء الهدوء والاسترخاء. تلعب بالذكاء وليس تلعب بالعقل. اسكت 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 عادي، بقى واحد من وين؟ كذا بالشاق وياك؟ ادري صاحبك. ايش قد دمك؟ اتمنى اشوف دمك قبل لا تعالج، ما اقدر بس. الانتقام بدي بيه. واد بس ويانا. نقدر نجيبه ايزي. شو عليه؟ وشو عليه يا شباب؟ مدري. شلون؟ 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 فهمني شلون؟ 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 يلا قل لي شلون؟ شلون متت وانا هنا؟ اها واحد هنا. ذاك وين نزل؟ والله صيدك. اوه والله لا صيدك، لو ما تشرد هذا سكوب الهيتشي اليمنى ما ادري اليسرى. زين هو نوك برا ولا جوا ولا وين؟ شباب لا 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 هدوء هدوء، ركز ركز ركز، تنفس، شفت الهواء كله. هاي الريزون والله ما يخلي واحد يتنفس. بس اروح لو يكون على السريع. حلو سكوب اربعة. والله ريد زون ما يخلينا نسمع اي شيء. تخيلوا هنا انا ناطر. زين هنا انا اقدر اشيلها.
بس لو ما حد يقدر منا أنا. ركز ركز أمين ركز ركز. ركز القوة بالعقل. قوة بالعقل. قوة بالعقل.